زين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، القائل: وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون. والصلاة والسلام على نبينا وسيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، سعادة الدكتور إبراهيم بن صالح النعيمي وكيل وزارة التربية والتعليم والتعليم العالي، السادة الحضور، المعلمون الأفاضل، أولياء الأمور الكرام، حضوركم اليوم له شرف كبير. نوجه لكم أجمل وأطيب التحيات، تحية الشكر والسلام، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ها قد انقضت صفحة من صفحات مسيرتنا العلمية، إذ نحصد الآن ثمرة اجتهادنا، مودعين فيها أجمل الأوقات في مدرستنا الحبيبة، مدرسة قطر للعلوم والتكنولوجيا الثانوية للبنين، ومقدمين كل عبارات الشكر والامتنان لكل من قدم لنا العون والمساندة خلال هذه المسيرة العلمية. وخير ما نفتتح به حفلنا آيات من الذكر الحكيم يرتلها على مسامعنا الطالب يوسف البدر، فليتفضل مشكوراً. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا إذا قيل لكم تفسحوا في المجالس فافسحوا يفسح الله لكم، وإذا قيل انشزوا فانشزوا يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات، والله بما تعملون خبير. صدق الله العظيم. والآن لنشاهد معا عبر فيلم قصير مسيرة المدرسة وأهم إنجازاتها خلال السنوات الماضية. انطلاقا من رؤية قطر لعام 2030 وتحقيقا لرؤية وزارة التربية والتعليم والتعليم العالي في تحقيق الريادة بتوفير فرص تعلم دائمة ومبتكرة ذات جودة عالية للمجتمع القطري، تم افتتاح مدرسة قطر للعلوم والتكنولوجيا الثانوية للبنين في أغسطس 2018 بهدف تمكين الطلبة من مهارات القرن 21 وإعدادهم للمساهمة الفاعلة في بناء الاقتصاد الوطني القائم على المعرفة والتطور العلمي والتكنولوجي. وتتبنى المدرسة المنحة التعليمية العالمي STEM Education في الصفين 9 و10 إلى جانب تدريس المنهج الدولي Advanced Placement في 11 و12. ولتحقيق هذا الهدف ضمت المدرسة عديدا من المختبرات العلمية والتخصصية التي تلبي تطلعات الطلبة نحو المسارات الطبية والهندسية والتكنولوجية. ومن أهم تلك المختبرات مختبر الطاقة ومختبر التصنيع ومختبر الروبوت والطب الحيوي والواقع الافتراضي والواقع المعزز والحاسوب واللغات. ومن هنا فقد حرصت المدرسة على اختيار نخبة من الطلاب الفائقين والمتميزين الذين تم قبولهم وفق معايير محددة تظهر قدرتهم على تحقيق الأهداف المنشودة لتبدأ خطواتهم الثابتة نحو ميادين العلم والمعرفة، وليكونوا قادة فاعلين في رسم مستقبل الوطن. وبعد مسيرة حافلة من العطاء
طبقت فيها مدرسة قطر للعلوم والتكنولوجيا الثانوية للبنين مع طلابها الفائقين والموهوبين برنامجا متكاملا من الأنشطة والفعاليات في شتى المجالات العلمية والتربوية وفق أعلى معايير الجودة. فقد أثمر ذلك بتحقيق المدرسة عديدا من الإنجازات على المستوى المحلي والإقليمي والدولي، منها الاعتماد الدولي من منظمة كوغنيا، عضوية مؤسسة كوليدج بورد الأمريكية، جائزة حمدان بن راشد للأداء التعليمي المتميز على مستوى دول الخليج للعام الثاني على التوالي، تكريم المدرسة من قبل منظمة EFQM الأوروبية للجودة. وأيضا فقد حصل طلابها على مدار 5 سنوات على عديد من الجوائز المحلية والدولية، وذلك في شتى المجالات، أهمها البحث العلمي، الروبوت والبرمجة، التميز العلمي، الآداب والمناظرات، الفنون والرياضة. ومن هنا يتخرج طلابنا بعد مسيرة حافلة بالصبر والاجتهاد والتميز ليكملوا مسيرتهم العلمية في مجالات الطب والهندسة والتكنولوجيا في أرقى الجامعات العالمية، أخذين على عاتقهم مسؤولية العلم وأمانة تمثيل الوطن خير تمثيل، ليعودوا بعد ذلك إلى وطنهم الحبيب قطر شامخين رافعي الرأس، وقد شمروا عن سواعدهم للمضي في تحقيق رؤية وطنهم الحبيب قطر. بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الحضور الكريم، يسعدني أن ألتقي بكم اليوم للاحتفاء بثمار هذا الصرح العلمي الشامخ الذي ما زال يتخرج منه كل عام نخبة شباب قطر. فهذه الدفعة كسابقتها أظهر خريجوها خلال 4 أعوام صبرا وتحملا، فاجتازوا كل الصعوبات والتحديات ومثلوا وطنهم في المحافل كافة خير تمثيل، وحصدوا المراكز المتقدمة في كثير من المسابقات المحلية والدولية. أبنائي الخريجين، لم ندخر جهدا في إغناء مسيرتكم التعليمية بكل جديد ونافع وبكل خبرة مؤثرة دائمة، وترسيخ كل قيمة ترفع شأنكم وتعلي إنسانيتكم، لنضمن أن تكونوا أسمى إنجاز وبناء نهديه لهذا الوطن المعطاء، وسنبقى نتطلع ونرقب مسيرة تطوركم لنشارككم أفراح إنجازاتكم. فكونوا مواطنين نافعين لأنفسكم ومجتمعكم ووطنكم. أبارك لكم تخرجكم وأرجو لكم دوام التفوق والنجاح، والسلام عليكم ورحمة الله. دائما لكل نجاح مصدر، آباءنا وأمهاتنا أنتم مصدر نجاحنا والداعم الرئيسي في حياتنا. ومع كلمة أولياء الأمور يلقيها الدكتور المهندس عبد الله المحشادي رئيس مجلس الأمناء، فليتفضل مشكورا. شكرا. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الخلق أجمعين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم يا معلم آدم وإبراهيم، علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. سعادة الدكتور إبراهيم بن صالح النعيمي وكيل وزارة التربية والتعليم العالي، أولياء أمور الطلبة، أبناء الخريجين، الحضور الكريم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يعد التعليم إحدى أهم الركائز الأساسية لتقدم المجتمعات، إذ يهدف إلى بناء أجيال واعية وقادرة على العطاء والنهوض بأوطانها. وفي ظل ما يشهده العالم من تطور سريع في منظومة التعليم، فقد جاء هذا الصرح العلمي الشامخ مدرسة قطر للعلوم والتكنولوجيا الثانوية للبنين ليجسد تطور التعليم على أرض قطر الحبيبة في أبهى صوره.
حيث تتجلى رسالة المدرسة وأهدافها في تخريج جيل من العلماء والباحثين في مجالات العلوم والطب والتكنولوجيا والهندسة. هذه المجالات التي تعزز حاجة سوق العمل في دولة قطر وتساهم في تقدمه ورقيه. تقدم المدرسة تعليماً نوعياً متميزاً يطبق أحدث النظم والبرامج التعليمية العالمية، وتوفر بيئة تعليمية جاذبة ومحفزة تدعم الإبداع والابتكار، ويظهر ذلك من خلال ما تمتلكه من وسائل تكنولوجية حديثة ومختبرات علمية تخصصية متطورة ومصادر تعلم متنوعة ومبتكرة. وهذا كله أسهم في تفوق الطلاب وتميزهم في المسابقات المحلية والإقليمية وتمثيل دولة قطر في العديد من المحافل الدولية. كما تحرص المدرسة على توفير خبرات تعليمية تمكن الطلبة من تطوير مهاراتهم في البحث والتصميم والتفكير الناقد وحل المشكلات، وتساهم في بناء قدراتهم الإبداعية والتنافسية والاهتمام بالموهوبين منهم ورعايتهم وتقديم كامل الدعم لهم من خلال برامج تدريبية بالتعاون مع الشركات والشركاء الخارجيين في الجامعات والمؤسسات العلمية والبحثية. ومنطلق دوري كرئيس مجلس الأمناء أستأذنكم بأن ألقي الضوء على بعض الجوانب التي لفتت انتباهي فيما تقوم به إدارة المدرسة والمعلمين فيها نحو أبنائنا الطلاب، وهي على سبيل المثال لا الحصر، ففي ظني أن ما يقدم أكثر مما يسعه المجال للحصر. لقد لمست من إدارة المدرسة ومعلميها وضع مصلحة أبنائنا الطلاب على رأس الأولويات، وما إنجازات المدرسة الكثيرة إلا دليل واضح على الأثر الإيجابي لطاقم المدرسة على الطلاب. لم تدخر إدارة المدرسة وطاقم التعليم جهداً نحو الرقي بأبنائنا وإعدادهم لخوض تحديات القرن وتهيئة أفضل الظروف لاكتساب مهارات القرن 21 من التفكير الناقد وحل المشكلات، الاتصال والتشارك، الابتكار والإبداع، الثقافة المعلوماتية، الثقافة الإعلامية، تقنيات المعلومات والاتصال، المرونة والتكيف، المبادرة والتوجيه الذاتي، التفاعل الاجتماعي والتفاعل متعدد الثقافات، الإنتاجية والمساءلة، بالإضافة إلى القيادة والمسؤولية. ولعل ما يميز هذه المدرسة أن كل ما يذكر يقدم لأبنائنا من قبل فريق يهتم بصدق بنجاحهم. ولا يقتصر دور المدرسة على الجانب العلمي، بل يتعداه إلى جوانب أخرى، حيث أنشأت مركز قيم لتحتفي بالعادات والقيم وبتأصيلها في نفوس الطلاب وبتعزيز شعورهم بالمواطنة والانتماء إلى هذه الأرض الطيبة وتوثيق روابطهم بعاداتنا وتقاليدنا الأصيلة المستمرة من ديننا المستمدة من ديننا وعراقة أمتنا وفكر آبائنا وأجدادنا. كما يتم إعطائهم أدواراً قيادية وفرصاً للتعبير عن آرائهم ومقترحاتهم من خلال المجلس الطلابي. كذلك تحرص المدرسة على التواصل الفعال مع أولياء الأمور والمجتمع المحلي لتحقيق شراكات حقيقية تساهم في رعاية مواهب الطلاب وتطوير أدائهم وإثراء خبراتهم التعليمية. وفي هذا المقام أتوجه بالشكر الجزيل إلى وزارة التربية والتعليم والتعليم العالي بجميع قطاعاتها لدعمها المستمر للمدرسة وتوفيرها الاحتياجات التعليمية للطلاب. كما أتوجه بالشكر الجزيل إلى إدارة المدرسة وإلى معلميها، مقدرا جهودهم ودورهم في رعاية الطلاب والتأثير الإيجابي فيهم ودفعهم نحو التفوق والتميز. ولا يفوتني في هذا المقام أن أبارك لإخواني وأخواتي أولياء أمور الخريجين الذين دعموا أبنائنا وتعاونوا مع المدرسة للوصول لهذا اليوم السعيد. وأخيراً
أبارك للطلاب الخريجين وأقدر جهودهم المبذولة خلال السنوات الأربع الماضية وتحقيقهم للنجاح والتفوق، وأشد على أياديهم متمنيا منهم الاستمرار في بذل الجهد والتفاني ليكونوا فرسانا لهذا المجتمع الكريم. نحن فعلا نتوقع منكم الكثير أبنائي في ظل هذه التحديات المحدقة بدولتنا وعالمنا الإسلامي. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الآن مع كلمة الخريجين يلقيها الطالب عبد الرحمن المري، فليتفضل مشكورا. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين القائل: يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات، والصلاة والسلام على رسولنا معلم الناس الخير وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، سعادة وكيل وزارة التربية والتعليم والتعليم العالي، وكيل الوزارة المساعد للشؤون التعليمية، السيد مدير المدرسة، المعلمون الأفاضل، إخواني الطلبة، أيها الحضور الكريم، أصالة عن نفسي ونيابة عن إخواني الطلبة ألقي هذه الكلمة، كلمة الخريجين، معبرا فيها عن الشكر والامتنان في هذا اليوم الذي نهدي فيه هذا النجاح لوطننا الحبيب ولآبائنا وأمهاتنا وأساتذتنا ولكل من له فضل علينا. أيها الحضور الكريم، لا ينال النجاح إلا بالصبر والاجتهاد، فالأعمال العظيمة لا تتم بالقوة إنما بالثبات والإصرار، وهذا ما تعودنا عليه في مدرستنا الحبيبة إضافة إلى الأدب والعلم والخلق الحسن. إدارة مدرستنا الكريمة، معلمين الأفاضل، لأن الخير لا ينسى، فلن ننسى فضلكم بعد الله علينا، فقد كنتم الشمعة التي أنارت لنا طريقنا وأحييتم فينا القيادة والشعور بالمسؤولية، فشكرا لدعمكم ولتوجيهكم وشكرا لعطائكم. نقف اليوم أمامكم شامخين رافعي الرأس، طامحين ببدء مسيرة علم مضيئة نسعى من خلالها إلى رد الجميل لبلدنا الحبيب قطر، الذي يجب علينا أن نحرص كل الحرص على رفعته وتمثيله خير تمثيل. إخواني وزملائي الخريجين، أتمنى لنا جميعا مستقبلا مشرقا وحياة كريمة ومسيرة حافلة بالتميز والفلاح، فنحن الآن نودع سنوات انقضت في مدرستنا الحبيبة، سنوات حملت في طياتها كثيرا من المواقف، اختلطت بأوقات الصبر والتحمل والثبات، أوقات الجد والاجتهاد والفرح، أوقات ستبقى عالقة في ذاكرتنا ما حيينا. ففي كل ركن من أركان مدرستنا يوجد مواقف لا تنسى، وكل أمل بأن نصبح باجتهادنا وتفوقنا الدراسي الكنز الثمين لوطننا الحبيب قطر في ظل قيادته الرشيدة. وختاما، أرجو من الله تعالى أن يوفقنا جميعا لما فيه خير لنا ولأمتنا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. والآن مع مشهد تمثيلي للطلاب يتضمن قيما تربوية يؤديه مجموعة من طلاب المدرسة. الحمد لله، لقد اقتربنا من تجهيز الروبوت ولم يتبقى إلا أن يأتي جاسم لننهي عملنا هذا. أهلا جاسم، لماذا تأخرت؟ كنت أصلي في المسجد ركعتين. صليت ركعتين؟ لماذا؟ فقد صلينا الظهر جماعة قبل قليل. نعم نعم،
لقد اعتدت دائما قبل أن أبدأ العمل أن أصلي ركعتين بنية التوفيق، وهذا ما تعلمناه من مركز قيم في المدرسة، أليس كذلك؟ نعم أحسنت يا جاسم، بارك الله فيك. دائما تذكرنا بما ينفعنا، فالجمع بين العلم والإيمان قيمة عظيمة. نعم الصاحب أنت. قل لي هل وجدتم حلا للمشكلة التي واجهتنا أمس أثناء إعداد الروبوت؟ نعم يا جاسم، فكما تعلم لا شيء يصعب أمام التعاون، وها هو روبوتنا أصبح جاهزا ولم يتبقى إلا لمساتك الذكية في البرمجة الأخيرة. ولكن أين حمد؟ لماذا لم يأتي حتى الآن؟ سيحضر بعد قليل، إنه يساعد زملائنا الجدد في الصف التاسع، فقد اقترب موعد تسليم مشروعهم، وأنت تعلم أنه موهوب وهو عضو في نادي الواجبات المدرسي. هو قد جاء. السلام عليكم إخواني، هل نحن جاهزون؟ نعم حالا. لدينا مهمة كبيرة يا إخواني، تمثيل بلادنا الحبيبة، وهذه مسؤولية كبيرة، ولكن نحن أهل لها إن شاء الله. نعم سنعمل كما قال أميرنا عندما حثنا على العمل الجاد وحب الوطن وتحمل المسؤولية. نعم وسنشارك أيضا في مسابقة الروبوت في ماليزيا، يجب علينا المحافظة على فوزنا فيها، فكما تعلمون لقد فزنا فيها في العامين السابقين، والمحافظة على الإنجاز أصعب من تحقيق الإنجاز نفسه. لذلك يجب علينا أن نكون على قدر المسؤولية في الثبات على هذا التميز، ولا بد أن نفوز بالذهبية ونهدي الأمير فوزنا لنؤكد له أن لكلامه صدى في عقولنا قبل قلوبنا، فإن وطننا قطر يستحق الأفضل. والآن ندعو سعادة وكيل الوزارة الدكتور إبراهيم بن صالح النعيمي، والسيدة مها الرويلي الوكيل المساعد للشؤون التعليمية، والسيد مدير المدرسة الأستاذ محمد العمادي إلى الصعود إلى المنصة للتكريم. والآن أدعو زملائي أصحاب الإنجازات إلى التوجه نحو المنصة عند سماع أسمائهم. ناصر علي قنبر، مجال التلاوة والتجويد. محمد سعيد الحداد، المجال الفني الرسم والتصميم. تركي خالد السندي، مجال المبادرة والعمل التطوعي. فيصل عبد الله الشمري، أولمبياد الرياضيات الوطني والخليجي. فهد محمد عبد الله، التميز في المجال الثقافي. عبد الله سعد البدر، التميز في مجال الحديث النبوي. عبد العزيز علي اليافعي، التميز في مجال البحث العلمي والمشاريع. عمر سعد البدر، التميز في أولمبياد الرياضيات الوطني والخليجي.
علي راشد البوعينين التميز في أولمبياد الكيمياء الوطني والخليجي. نايف عبد الله الجيلاني التميز في أولمبياد الرياضيات الوطني والخليجي. محمد ناصر البدر التميز في مجال البحث العلمي والمشاريع. حارب طارق المهندي التميز في مجال المبادرة والعمل التطوعي. والآن أدعو زملائي الخريجين إلى التوجه نحو المنصة لاستلام الشهادات عند سماع أسمائهم. أحمد خالد الهيل، إبراهيم أحمد البدر، تركي خالد السندي، جابر ناصر البوعينين، جاسم محمد دوسري، حارب طارق المهندي، حسن أحمد القصابي، حسن محمد المالكي، حمد عبد الله الطالب، حمد محمد الأنصاري، حمد ناصر مراد، سعد عبد العزيز بقرارة، سلطان حسن أبو هندي، سلطان عيد المهندي، صالح زيد شاجع، صالح ناصر النعيمي، عبد الرحمن محمد المري،
عبد العزيز خالد الحمادي. عبد العزيز علي اليافعي. عبد الله اسماعيل حسين. عبد الله جبر الحجاجي. عبد الله سعد البدر. عبد الله عبد الرحمن الحمادي. عبد الله علي الشيبة. عبد الله محمد العبيدلي. عبد الله محمد المراغي. عبد الله نايف النعيمي. علي يوسف المهندي. علي أحمد الجمالي. علي راشد البعنين. عمر سعد البدر. غانم راشد نعيمي. فهد محمد عبد الله. فهد محمد المهندي. فيصل أحمد المسلماني. فيصل عبد الله الحجاجي. محمد أحمد الهاشمي. محمد جاسم البعينين. محمد خميس الخليفي. محمد راشد المري.
محمد سعيد الحداد. محمد صالح الكربي. محمد عادل اليافعي. محمد عبد الله سليطي. محمد عدنان الأنصاري. محمد غانم النعيمي. محمد غانم المحمودي. محمد ناصر البدر. منصور سيف الخالدي. ناصر سعيد بوزير. ناصر علي قنبر. ناصر محمد عجيل. نايف عبد الله الجيلاني. يوسف أحمد البدر. وأخوكم فيصل عبد الله الشمري. والآن مع تكريم الجهة الراعية للحفل شركة إكسون موبيل. And now please welcome Mr. Dominic Janet, the President and General Manager of Exxon Mobil, to be awarded as the sponsor of this event. والآن
أدعو زملائي الخريجين إلى التوجه نحو المنصة لأخذ صورة جماعية تذكارية. بعد الحفل ندعوكم إلى عشاء خارج المنطقة، خارج القاعة. أعزائنا الطلاب، ارجع على الستيج، صورة جماعية. الشباب الخريجين، ارجع على المسرح، جزاك الله خير، ارجع على المنصة لأخذ صورة جماعية مع المعلمين وزملائكم.